السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الكيمياء لهذا الفصل الدراسي. بقول لحضراتكم كل عام وحضراتكم بخير، طبعا بمناسبة الأعياد ونهاية القرب نهاية الفصل الدراسي الثاني. أتمنى أنك تكونوا دائما في صحة، وأتمنى أن تكونوا دائما في نجاح وتفوق. النهاردة نبدأ نكمل مع بعض ما بدأناه من دراسة العناصر المجموعة الخامسة، مجموعة 5A، ونتكلم النهاردة عن عناصر المجموعة 5A. درس النهارده هيشمل اهم مفاهيم هذا الدرس. هنتكلم على غاز النيتروجين، هنتكلم عن غاز النشاد اللي هو غاز الامونيا. واهداف الدرس النهارده انه بعد دراسه هذا الدرس يجب ان يكون الطالب قادر على ان اولا يقدر يعرف تحضير غاز النيتروجين وتفاعلاته، تحضير غاز النشاد وتفاعلاته، تحضير حمض النيتريك وتفاعلاته، وأيضا يشرح الأهمية الاقتصادية لعناصر المجموعة 5A. هنبدأ مع بعض. طبعا احنا عرفنا مجموعة عناصر أو عناصر المجموعة 5A بترتيبها، ودرسنا الحصة الماضية خواص هذه العناصر ووجودها، واتكلمنا على معلومات هامة جدا على هذه العناصر. النهارده هنبدأ نتكلم على أحد أشهر هذه العناصر وهو غاز النيتروجين. هنشوف تحضيره، هنشوف خواصه، وهندرس مع بعض أيضا أشهر مركباته، كيفية تحضيرها، وإيه خواصها، وإيه أهميتها. وأتمنى تكون النهارده حصة ممتعة. هنبدأ أولاً تحضير غاز النيتروجين في المعمل. أولاً غاز النيتروجين تحضيره في المعمل بيتم بطريقتين، في طريقة الرئيسية وهي بنحضره من الهواء الجوي. إزاي بيتم هذه الطريقة؟ تعال نشوف مع بعض كده. بنستخدم الجهاز الموضح بالشكل التالي كما يلي. بص حضرتك، تعال نشوف مع بعض تركيبة الجهاز اللي هنستخدمه في تحضير النيتروجين من الهواء الجوي. زي ما انت شايف حضرتك، في عندنا هنا ثلاث زجاجات. الزجاجة الأولى بينفذ إليها قمع له أنبوبة طويلة، وفي صنبور هنا بيبقى مصدر للمية، وبعد كده بتخرج في أنبوبة أخرى بتصل بين الزجاجة الأولى والزجاجة الثانية. الزجاجة الثانية فيها صودا كاوية أو هيدروكسيد صوديوم. الزجاجة الثالثة بيبقى فيها حمض كبريتيك مركز. بعد كده في عندنا انبوبه زجاجيه افقيه بهذا الشكل، زي ما انت شايف جواها بيبقى موجود بداخلها نحاس مسخن لدرجه الاحمرار، ثم انبوبه توصيل بيتم ادخالها في حوض فيه زئبق ومنكس بداخله مخبار يحتوي ايضا على زئبق، وهذا الجزء من الجهاز ده بيستخدم لجمع الغاز. طب ايه الفكره هنا في الحصول على النيتروجين من الهواء الجوي، او كيف يتم هذا الموضوع؟ الخطوه الاولى ان بيتم تنقيط الماء باستخدام الصنبور حتى يمتلئ الوعاء الاول. يعني اذا الوعاء الاول هنا اساسا هو فاضي ولكن بيحتوي على هواء جوي، فلما نبدا نفتح الصنبور ويبدا الصنبور ينقط الميه داخل الزجاجه، لما الزجاجة تبدأ تمتلئ بالماء هيبدأ الهواء هيخرج من الزجاجة الأولى ويبدأ يدخل في الزجاجة الثانية. طيب هنا الهواء مكوناته إيه بقى؟ هنا مكونات الهواء الأساسية هتبقى نيتروجين، أكسجين، ثاني أكسيد كربون، وبخار الماء. إذا الهواء اللي هيخرج من الزجاجة الأولى عشان يدخل على الزجاجة الثانية هيكون محتوي على مجموعة الغازات اللي احنا قلناها، اللي هي النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. الخطوة الثانية هيمرر الهواء
على محلول من هيدروكسيد الصوديوم بالوعاء الثاني. طب ايه فايده هيدروكسيد الصوديوم هنا؟ احنا عرفنا قبل كده يا شباب ان هيدروكسيد الصوديوم بيتفاعل مع الاكسجين، تمام؟ خدنا هذا التفاعل في تحضير كربونات الصوديوم في المعمل، وعرفنا ان لو عندنا محلول هيدروكسيد الصوديوم وتم امرار ثاني اكسيد الكربون فيه، فعندئذ بيتم اتحاد او تفاعل ما بين هيدروكسيد الصوديوم وغاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي يبقى مجموعه الغازات اللي دخلت الزجاجه الثانيه اللي بتحتوي على الصودا الكاويه اللي هي كانت عباره عن النيتروجين وثاني اكسيد الكربون والاكسجين وبخار الماء، هنبدا هنا بعد المرور على الزجاجه الثانيه نتخلص من ثاني اكسيد الكربون، فتبدا مجموعه الغازات تنتقل من الزجاجه الثانيه الى الزجاجه الثالثه، والمجموعه الغازات هنا هتبقى عباره عن النيتروجين والاكسجين وبخار الماء، لان ثاني اكسيد الكربون تم امتصاصه بواسطه الصودا الكاويه في الزجاجه الثانيه. هنا نعبر عن الخطوه ديت بمعادله، ودايما زي ما اتفقت مع حضرتك قبل كده ان تعبيري عن التفاعل بمعادله مش هو الاساس، لكن الاساس ان اكون الاول فاهم التفاعل ومستوعبه ثم اعبر عنه بمعادله رمزيه، واذا الهدف الاساسي التفاعل وليس المعادله، لان زي ما قلنا في اصدقائنا واحبابنا بيحاولوا ان هم يعتمدوا على حفظ المعادلات الرمزيه دون حتى فهم التفاعل او دون حتى التعرف على الاسماء بتاعه المركبات، اسماء المركبات الموجوده داخل المعادلات، وده طبعا بيعمل مشكله خاصه في الاسئله التي تقيس الفهم والاسئله اللي بتقيس المستويات العليا في التفكير. 2 NaOH زائد CO2 غاز هيكون Na2CO3 اللي هو كربونات الصوديوم والماء. الخطوه الثالثه هيمر ما تبقى من الهواء، طبعا هنا زي ما قلنا تبقى من الهواء ايه في هذه الحاله؟ اتبقى غاز النيتروجين وغاز الاكسجين وبخار الماء، يبدا يمر على الوعاء الثالث اللي هو مملوء بحمض الكبريتيك المركز. معروف هنا حمض الكبريتيك المركز انه بيمتص بخار الماء، وبالتالي هنا اذا انا حاطط حمض كبريتيك عشان اقدر اتخلص من بخار الماء عظيم، يبقى في هذه الحاله هيبدا الهواء اللي كان داخل للزجاجه او الوعاء الثالث اللي هو كان عباره عن نيتروجين واكسجين وبخار ماء، تخلصنا كده من بخار الماء، يبقى فاضل ما عندي الاكسجين وغاز النيتروجين. هيمر ما تبقى من الهواء اللي هو غاز النيتروجين او غازي النيتروجين وغاز الاكسجين، غازي النيتروجين والاكسجين، هيبدا يمر الى انبوبه زجاجيه افقيه اللي انت حضرتك شايفها، بداخلها يوجد خراطه نحاس ومسخنه لدرجه الاحمرار. طيب ايه دور هنا بقى النحاس المسخن لدرجه الاحمرار؟ دوره انه هيبدا يتفاعل مع الاكسجين الموجود في خليط الهواء اللي داخله ويبدا يتحول الى اكسيد نحاس. هنا عايزك تاخد بالك من حاجه، طبعا هنا لون النحاس بيبقى لونه احمر، لما بيتحد مع الاكسجين يتحول الى اكسيد نحاس بيبقى اللون اسود. خد بالك هنا من التغيرات اللي بتحدث، لان من الممكن يجي لك عليها عفوا اسئله، فتبقى واخد بالك ان هنا النحاس تحول الى اكسيد نحاس. طيب في هذه الحاله ماذا حدث؟ دلوقتي كده يبقى معنا بمرورنا على الانبوبه الافقيه اللي بتحتوي على النحاس المسخن لدرجه الاحمرار، نكون بذلك قد تخلصنا ايضا من غاز الاكسجين، في هذه الحاله يتبقى لنا غاز النيتروجين فقط، فيجمع بازاحه الماء لاسفل او يجمع فوق سطح الزئبق، ده اذا اردنا الحصول عليه جافا. يبقى اذا هنا الفكره الاساسيه في الحصول على غاز النيتروجين من الهواء الجوي اني ببدا اتخلص تباعا من مكونات الهواء الجوي المصاحبه للنيتروجين، وهي ثاني اكسيد الكربون بتخلص منه عن طريق امراره على صودا كاوي او هيدروكسيد الصوديوم فيتفاعل معاه، ثم بخار الماء بنتخلص منه بامراره على وعاء ثالث بيحتوي على حمض الكبريتيك المركز، فيقوم حمض الكبريتيك المركز بامتصاص بخار الماء، ثم نتخلص من غاز الاكسجين وذلك بامرار الخليط على نحاس مسخن لدرجه الاحمرار، فيتفاعل خراطه نحاس مع الاكسجين متحوله الى
أكسيد نحاس أسود، وبذلك يتبقى غاز النيتروجين الذي يمكن جمعه بإحدى الطريقتين، يا إما بإزاحة الماء إلى أسفل، أو إذا أردنا الحصول عليه جافاً فيمكن الحصول عليه بإزاحة أو جمعه بإزاحة الزئبق إلى أسفل. دي كانت الطريقة الأولى لتحضير غاز النيتروجين في المعمل. الطريقة الثانية هنا طريقة بتتم عن طريق مواد كيميائية مش من الهواء، ويتم بتسخين خليط من محلولي كلوريد الأمونيوم ونتريت الصوديوم. كلوريد الأمونيوم ونتريت الصوديوم. تعال نشوف مع بعض جهاز التحضير. جهاز التحضير زي ما انت شايف حضرتك يبقى عبارة عن لهب، لأن هنا في تسخين. عندي حامل، هذا الحامل يوجد يوضع فوقه دورق مستطيل. هذا الدورق مسدود فوهته بسدادة بها فتحتين، فتحة بيدخل منها كأس قمع اللي بيحتوي على صنبور، وذلك لإضافة الماء، إضافة محلول كلوريد الأمونيوم من خلاله، والفتحة الأخرى بيتصل بها أنبوب التوصيل بيخرج منها الغاز الناتج ليدخل إلى الحوض اللي بيه ماء اللي موجود في مخبار منكس داخل الحوض، وأيضا في البداية بيكون هذا المخبار مملوء بالماء. تعال نشوف ميكانيكية تفاعل وخطوات تجربة إيه اللي هيحدث. هنا حضرتك هتحط في المخبار، هنضع في الدورة محلول نتريت الصوديوم، ثم بيتم إضافة محلول كلوريد الأمونيوم مع التسخين. ماذا يحدث؟ في البداية هنا نتريت الصوديوم هيبدأ يحصل تفاعل بينه وبين كلوريد الأمونيوم، تمام؟ هيحصل تبادل مزدوج زي ما احنا عارفين، فيبدأ يتكون نتريت أمونيوم وكلوريد صوديوم. يتكون نتريت أمونيوم وكلوريد صوديوم. طيب. بعد كده نتيجة للحرارة هيبدأ يحصل تفكك أو انحلال نتريت الأمونيوم، فيبدأ ينحل إلى ماء ونيتروجين. بجمع المعادلتين هنا نتريت الأمونيوم هيروح مع نتريت الأمونيوم، لأن هنا المعادلتين، في المعادلة الأولى بيعتبر هيد الأمونيوم ناتج، وفي المعادلة الثانية متفاعل، فبنتعامل معاه كأنها معادلات جبرية. فبيروح نتريت الأمونيوم مع بعضه، فبنجمع المعادلتين. في الحالة دي هيبقى المعادلة النهائية هتبقى NaNO2، يعني نتريت صوديوم زائد NH4Cl هو كلوريد الأمونيوم. بالتسخين هتكون محلول كلوريد الصوديوم NaCl والماء وغاز النيتروجين. في هذه الحالة هنا هيجمع غاز النيتروجين بإزاحة الماء إلى أسفل. عايزك تلاحظ حاجة معايا هنا، إن جمع النيتروجين بإزاحة الماء إلى أسفل ده طبعا بيرجع لأن النيتروجين شحيح الذوبان في الماء ولا يذوب في الماء، وبالتالي يمكن جمعه بهذه الطريقة. أما إذا كان يذوب في الماء فطبعا لا يمكن جمعه بهذه الطريقة، زي ما هنشوف في غازات أخرى لا يمكن جمعها بهذه الطريقة اللي هي إزاحة الماء إلى أسفل. طيب، أولا عايزين نتكلم عن الخواص الفيزيائية لغاز الهيدروجين. حضرنا الهيدروجين بطريقتين، طب يا ترى إيه الخواص الفيزيائية لغاز النيتروجين؟ أولا هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة. اتنين، إنه أخف من الهواء. لاحتواء الهواء على غاز الأكسجين، غاز الأكسجين هنا كتلته المولية 32 جرام لكل مول، أثقل من غاز النيتروجين اللي هي كتلته 28 جرام لكل مول، وبالتالي الهواء بيكون أثقل من النيتروجين، لأن هنا الهواء محتوي على الأكسجين اللي كتلته المولية أكبر من كتلة المولية للنيتروجين. شحيح الذوبان في الماء، يعني ما بيدوبش فيه المية. متعادل التأثير على ورقتي عباد الشمس بالأونية، بمعنى إنه لا يغير لون ورقة عباد الشمس. كثافته 1.25 من 100
1.25 جرام لكل لتر في اس تي بي، يعني في معدل الضغط ودرجه الحراره. هنا بنلاحظ حاجه مهمه جدا، ان النيتروجين درجه غليانه سالب 159 و79 او بيغلي عند درجه هذه الدرجه. طبعا هنا دي درجه قليله جدا جدا، اي انه يمكن اسالته عند هذه الدرجه في الضغط الجوي المعتاد، عشان كده نقدر نحصل على غاز النيتروجين في صوره مساله عند هذه الدرجه وتحت الضغط الجوي المعتاد. يا ترى ايه اهم الخواص الكيميائيه لعنصر النيتروجين؟ اولا نلاحظ حاجه، ان لما نيجي ندرس مع بعض تفاعلات غاز النيتروجين هنلاحظ ان هذه التفاعلات لا تتم الا في وجود عوامل مساعده خاصه جدا، زي شعر كهربي اللي بيولد حراره درجه حراره حوالي 550 درجه، او عن طريق قوس كهربي اللي بيولد حراره بمقدار 3000 درجه. وده بيرجع الى ايه؟ بيرجع الى ان النيتروجين كما نعلم جزيء النيتروجين بيتكون من ذرتين بينهما، او بيتم الارتباط بينهما برابطه ثلاثيه، رابطه تساهميه ثلاثيه. وطبعا هذه الرابطه التساهميه الثلاثيه تكون رابطه قويه، ولكسرها يحتاج الى طاقه كبيره، طاقة حرارية كبيرة، وبالتالي الطاقة الحرارية الكبيرة ديت بنقدر نوصل لها عن طريق الشرع الكهربي أو القوس الكهربي، عشان كده إحنا هنا بنحتاج درجات حرارة مرتفعة لكي يتم التفاعلات غاز النيتروجين. وأيضاً هتلاحظ إن تفاعلات غاز النيتروجين مش هتبقى تفاعلات كتيرة، لأن هو يكاد يكون يعني خامل كيميائياً، لأنه علشان يتفاعل لابد من وجود الحرارة، درجات الحرارة المرتفعة اللي ما بتبقاش متوفره بصفه دائمه او لازم تتوفر في ظروف خاصه. التفاعل الاولاني، ويتفاعل غاز النيتروجين مع غاز الهيدروجين بوجود شرر كهربي، الكلام ده عند درجه 550 درجه سليجوس، فبيتكون غاز النشادر. يبقى اذا هنا غاز النشادر بيتكون من عناصره الاوليه اللي هي النيتروجين والهيدروجين، فمول نيتروجين يتفاعل مع 3 مول هيدروجين في وجود شرر كهربي درجة حرارة 550 بيتكون غاز النشادر اللي هو له اسم تاني وهندرسه، اسمه غاز الأمونيا. يتفاعل هنا بتفاعل غاز النيتروجين مع غاز الأكسجين، زي ما قلنا هنا غاز النيتروجين N2 هيتفاعل مع غاز الأكسجين وجود قوس كهربي درجة حرارة 3000 درجة سليزيوس، هيتكون غاز اكسيد النيتريك. غاز اكسيد النيتريك هيبدا يتفاعل مع غاز الاكسجين متحولا الى غاز ثاني اكسيد النيتروجين، اللي زي ما قلنا بيظهر بلون بني محمر او يظهر على هيئه ابخره حمراء بنيه. ايضا النشادر بيتفاعل، النيتروجين بيتفاعل مع الفلزات كالمغنيسيوم، زي ما شفنا واحنا لما درسنا عناصر المجموعه 1A شفنا ان عنصر الليثيوم بيتفاعل مع النيتروجين في درجات الحراره وبيكون نتريد الليثيوم، وهنا ايضا النيتروجين بيتفاعل مع المغنيسيوم وايضا بيكون نتريد مغنيسيوم في درجات حراره مرتفعه. وزي برضو ما عندنا المعلومه من قبل ان نتريدات الفلزات بتتحلل بسهوله في الماء وبتصاعد غاز النيتروجين. فنلاحظ هنا ان المغنيسيوم هيبدا يتفاعل مع النيتروجين بالحراره فيديني نتريد مغنيسيوم اللي هو Mg3N2. بعد كده نتريد المغنيسيوم Mg3N2 هيبدا يتفاعل، اذا ذاب في الماء هيبدا يتكون هيدروكسيد المغنيسيوم ويتصاعد غاز النشادر. بالتالي هنا لاحظ حضرتك إن قدرنا من خلال النيتروجين نحصل على حتى الآن النشادر بطريقتين. الطريقة الأولى إن إحنا خدنا فعلنا النيتروجين بطريقة مباشرة أو اتحاد مباشر مع الهيدروجين بوجود شرر كهربي واتكون نشادر. أيضا تفاعل المغنيسيوم مع النيتروجين في درجات حرارة مرتفعة وتكون نتريد المغنيسيوم، وبإضافة نتريد المغنيسيوم إلى أو إضافة الماء إلى نتريد المغنيسيوم
تصاعد أيضا غاز النشاط. هناك مركب آخر بيتم التفاعل بينه وبين النيتروجيناز، مركب اسمه كربيد الكالسيوم. كربيد الكالسيوم هنا شباب رمزه CaC2. لما بيتفاعل غاز النيتروجين مع كربيد الكالسيوم في وجود قوس كهربي، ان التفاعل علشان يتم لابد محتاج ل 3000 درجه سيلسيوس، فبيتكون مركب اسمه سيناميد الكالسيوم رمزه CaCN2. ده يعني من المركبات اللي هي قد تكون اول مره حضرتك تسمعه. سيناميد الكالسيوم برضه هذا المركب نشوف معادلة تحضيره CaC2 أما يتفاعل مع N2 اللي هو غاز النيتروجين في وجود القوس الكهربي، فهيتكون مركب سيناميد الكالسيوم زائد الكربون. سيناميد الكالسيوم هنا بيستخدم كسمات زراعي. استخدم كسمات زراعي ليه؟ لأن سيناميد الكالسيوم عنده نفس الصفة اللي موجودة في نتريدات الفلزات، إن عندما يذوب في الماء أيضا يتكون غاز النشادر، وزي ما هنعرف فيما بعد أن غاز النشادر بيعتبر هو المادة الأولية في صناعة السماد، وإنه التربة بيتم تسميدها عن طريق مركبات بتعطي غاز النشادر عند ذوبانها في الماء. لذلك فإن سيناميد الكالسيوم هنا يستخدم كسمات زراعي. ليه؟ لأنه عند ذوبانه في الماء يتكون غاز النشادر، وبالتالي ده يزيد من خصوبة التربة. اتكلمنا على غاز النيتروجين وعرفنا طرق تحضيره وعرفنا خواصه. هنبدأ دلوقتي نتكلم على أشهر مركبات النيتروجين. هنا أشهر مركبات النيتروجين عندنا غاز مهم جدا اسمه غاز النشادر. غاز النشادر يا شباب له اسم آخر إنه غاز الأمونيا، يبقى غاز الأمونيا هو نفسه غاز النشادر. تعال نشوف مع بعض الجهاز تحضير. جهاز تحضير هنا هيبقى عبارة عن لهب للتسخين. أنا عندي هنا تسخين، وبالتالي يبقى عندي هنا لهب اللي هو لهب بنزين. بيبقى عندي هنا دورق، هذا الدورق بيسمى دورق مستدير. الدورق المستدير هنا بيتم وضع في داخله المواد المتفاعله اللي هنحضر منها غاز النشادر، اللي هي كلوريد الامونيوم مع الجير المطفى. الجير المطفى ده يا شباب اللي هو اسمه الكيميائي هيدروكسيد الكالسيوم. يبقى انا عندي حاجه اسمها جير مطفى، هذا الجير المطفى ده هو عباره عن مركب هيدروكسيد الكالسيوم. طيب نرجع تاني للرسمه، هنضع هنا في الدوره هنضع خليط كلوريد الامونيوم مع الجير المطفى وهيتم التسخين. لما يتم التسخين هيبدا يتصاعد غاز الهيدروجين. تعال نشوف المعادله ونبدا نكمل التحضير تاني. 2NH4Cl وكلوريد الأمونيوم يبدأ يتفاعل مع CaOH2، هنا بالحرارة يبدأ يتكون كلوريد الكالسيوم وبخار الماء وتصاعد غاز النشادر. زي ما أنت ملاحظ كده حضرتك إن النشادر طالع معاه بخار ماء. أنا عايز أتخلص من هذا البخار لأن عايز أجمع غاز النشادر جاف، لأن غاز النشادر زي ما هنعلم أو هنشوف كمان دقائق إنه شره الذوبان في الماء، فأنا عايز دلوقتي أتخلص من الماء. طب هعمل إيه؟ هنبدأ نمرر غاز النشادر الناتج على جير حي. طب إيه الجير الحي؟ الجير الحي هو أكسيد الكالسيوم. يبقى خد بالك بقى، يبقى أنا عندي حاجة اسمها جير حي اللي هو أكسيد الكالسيوم، وعندي جير مطفى اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم. ايضا معلومه ليك، هيدروكسيد الكالسيوم ايضا لما بيتعمل بيعمل منه محلول بيسمى ايضا ماء الجير. دي معلومه كده هتنفعك بعد كده وحضرتك بتدرس كيمياء في السنوات القادمه.
أكسيد الكالسيوم هنا دوره إنه مجفف. مجفف بمعنى إنه بيمتص بخار الماء المتصاعد مع غاز النشادر، وبالتالي هنا بقدر أجمع غاز النشادر جاف. طيب خد بالك كده من حاجة عجيبة جدا. هنا الأنبوبة اللي طلع فيها خليط النشادر وبخار الماء بدأ يدخل على أنبوبة زجاجية على شكل حرف U. هذه الأنبوبة الزجاجية ممتلئة بمادة أكسيد الكالسيوم الجير الحي. بيتم هنا امتصاص بخار الماء بواسطة الجير الحي، ويتبقى غاز النشادر. غاز النشادر بيبدأ يجمع بإزاحة الهواء إلى أسفل لأنه أخف من الهواء. وقد يكون حضرتك مستغرب قوي الشكل ده، إزاي إحنا هنا بنجمع غاز في مخبار مقلوب؟ طبعا هنا لأن الغاز خفيف، وبالتالي حضرتك لما بتقلب المخبار، فلما الغاز بيندفع داخل المخبار بيضغط على الهواء، فالهواء ينزل إلى أسفل، يزاح إلى أسفل، والغاز بيبدأ يملأ المخبار. لاحظ هنا عندنا شوية ملاحظات مهمة جدا. الملحوظة الأولى إنه هنا ما استخدمناش حمض الكبريتيك في تجفيف غاز النشادر. لو حضرتك مركز معايا هتكتشف إن إحنا لما جينا نعمل عملية تجفيف أو نتخلص من بخار الماء الموجود في الهواء، عشان وإحنا بنستخلص النيتروجين من الهواء، إحنا مررنا خليط الهواء على حمض كبريتيك مركز عشان نتخلص من الماء. طيب لكن هنا ليه ما مررناش الخليط أو الغاز اللي ناتج هنا على حمض الكبريتيك؟ ده لأن غاز النشادر بيتفاعل مع حمض الكبريتيك وبيكون مركب كبريتات الأمونيوم، وبالتالي هنا لا يصلح حمض الكبريتيك لتجفيف النشادر. ايضا لم يتم جمع الغاز بازاحه الماء الى اسفل هنا كما حدث هذا الكلام مع النيتروجين، وده راجع الى ان غاز النشادر شره الذوبان في الماء، وبالتالي هنا لو احنا مررنا او احنا جمعنا الغاز عن طريق ازاحه الماء الى اسفل فلابد ان هو هيذوب فيه، وبالتالي مش هقدر احصل على الغاز. تحضير غاز النشادر في الصناعة. الطريقة اللي فاتت كانت تحضيره في المعمل، نبدأ هنا نشوف هنا تحضيره في الصناعة. تحضيره في الصناعة بيتم عن طريقة اسمها طريقة هابر بوش. هابر بوش عالمان استطاع تحضير غاز النشادر من غازي النيتروجين والهيدروجين. طيب احنا هنا كنا بالفعل من دقائق ماضية قدرنا نحضر النيتروجين، أو نتيجة تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين في وجود شرارة كهربية عند درجة 550 اتكون غاز النشاط. هنا عشان نحضر في الصناعة بتحضر بكميات كبيرة، فتم هنا التحضير بإمرار غازي النيتروجين والهيدروجين على عوامل حفازة. هذه العوامل الحفازة عبارة عن عنصر الحديد وعنصر اخر اسمه عنصر المولبدنم، وتحت ضغط 200 اي تي ام وعند درجه حراره 500. اذا هنا العوامل المؤثره او العامل المساعده في تحضير النشادر من العناصر الاوليه مهمه جدا ولازم اكون واخد بالي منها وعارفها. هنا نبقى نيتروجين زائد 3 هيدروجين، وجود اف اي وام او هو حديد ومولبدنم، 200 اي تي ام بمعنى ضغط تحت ضغط 200 اتموسفير ضغط جوي، وتسخين عند درجه 500 بيتم تحضير النشادر بهذه الطريقه في الصناعه اللي اسمها طريقه هابر بوش. خواص غاز النشادر ايه؟ اولا خواصه الفيزيائيه انه غاز عديم اللون ولكن ذو رائحه نفاذه، يعني هو ملوش لون ولكن رائحته نفاذة. أخف من الهواء لذا يجمع بإزاحة الهواء إلى أسفل زي ما شفنا في طريقة تحضيره في المعمل. هذا الغاز لا يشتعل
ولا يساعد على الاشتعال. يعني لو قربت له شظية مشتعلة فعند تقريبها إليه فإنها تطفأ. هذا الغاز شره الذوبان في الماء وبيذوب بشدة في الماء وبيكون محلول قلوي اللي هو هيدروكسيد الأمونيوم. وهيدروكسيد الأمونيوم هنلاحظ إن هو بيتلون باللون الأزرق عند إضافة قطرات من صبغة عباد الشمس طبعا، لأن هيدروكسيد الأمونيوم مركب أو محلول قلوي وبالتالي لونه بيزرق أو بيزرق صبغة عباد الشمس. وده بيتضح من التجربة اللي هنقولها دلوقتي اللي هي تسمى تجربة النافورة. الكشف عن غاز النشادر، لو احنا عرضنا عند تعريض صاج زجاجية مبللة بحمض الهيدروكلوريك المركز بيتصاعد من هنا من الزجاجة اللي فيها حمض الهيدروكلوريك المركز بيتصاعد غاز كلوريد الهيدروجين. غاز كلوريد الهيدروجين إذا اتقرب إلى غاز النشادر بيبدأ يتكون سحب بيضاء كثيفة من مادة بيضاء اللي هي كلوريد الأمونيوم. زي ما أنت شايف كده حضرتك، أنا عندنا هنا زجاجتين، واحدة طالع منها نشادر والأخرى بيطلع منها غاز كلوريد هيدروجين من خلال حمض هيدروكلوريك مركز. بيبدأ يحصل تفاعل ما بين المادتين وبيتكون سحب بيضاء كثيفة من كلوريد الأمونيوم. هنا كلوريد الأمونيوم المفروض إن هو حسب المعادلة زي ما أنت شايف كده معايا إنه NH3 زائد HCl بيديني NH4Cl اللي هو كلوريد الأمونيوم. كلوريد الأمونيوم من هنا بيبقى مادة صلبة. طيب كيف يكون مادة صلبة وأنا شايفه على هيئة سحب بيضاء؟ هنا ده شباب بيرجع إلى خاصية مهمة جدا اسمها أو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية أو البخارية دون المرور بالحالة السائلة، ودي بتسمى ظاهرة التسامي، تسمى ظاهرة التسامي. يبقى هنا كلوريد الأمونيوم بيبقى مادة صلبة، ولكن في درجات الحرارة العادية بيبدأ يتحول من مادة صلبة إلى مادة بخارية أو يظهر على هيئة سحب دون المرور بالحالة السائلة، يعني هذه المادة بتتسامى. وأعتقد إن التسامي ده أفكرك بيه قابلنا قبل كده واتكلمنا فيه لما كنا بنتكلم عن الروابط بين أو الرابطة بين الألومنيوم والكلور، وقلنا إن بالرغم من إن الألومنيوم عنصر فلزي والكلور عنصر لا فلزي إلا إن الرابطة بينهما رابطة تساهمية وليست رابطة أيونية طبعا، لأن فرق السلبية كان أقل من 1.7، وقلنا إن من ضمن خصائص هذا المركب اللي بتقول انه بينتمي الى المركبات التساهميه انه بيتسامى، يعني بيتحول من الحاله الصلبه الى الحاله السائله دون المرور بالحاله الحاله الصلبه الى الحاله البخاريه دون المرور بالحاله السائله. الامونيا او غاز النشادر وصناعه الاسمده. هنا شباب النيتروجين عنصر مهم جدا في خصوبة التربة، ولأن النيتروجين عنصر هام جدا في تكوين البروتينات اللي بيستفيد منها النبات. وبما أن النيتروجين موجود في الهواء وجوده في القشرة الأرضية في التربة بيكون قليل، زائد أن النيتروجين لا يذوب في الماء، وبالتالي بمرور الوقت ومع استخدام التربة بتبدأ نسبة النيتروجين تقل في التربة فتبدأ التربة تضعف خصوبتها. عشان كده بنلجأ إلى تغذية التربة بالأسمدة. الأسمدة بيكون المادة الأولية والأساسية في صناعتها هي غاز النشادر، لأن هذه الأسمدة عندما تضاف إلى التربة وبيبدأ تذوب في الماء بينتج عنها غاز النشادر اللي بيكون هو مصدر النيتروجين للتربة واللي بيستفيد به النبات في تكوين البروتين.
أولاً عندي مجموعة من الأسمدة، فأنا عندي أسمدة النيتروجينية اللي هو سماد نترات الأمونيوم، أول سماد وده سماد اسمه سماد نترات الأمونيوم، وهنا هناخد بالنا إن كل سماد من الأسمدة هنتكلم عليها هيكون له مجموعة من الصفات، وهناخد معلومة مهمة جدا إن كلما زادت نسبة النيتروجين في السماد كل ما كان السماد أفضل طبعا هنا، لأن الأسمدة أساسي أهم حاجة فيها إنها تكون مصدر مهم للنيتروجين. فعندي سماد نترات الأمونيوم، أولا إزاي بيتحضر هذا السماد؟ أنا بحضره بتفاعل الأمونيا اللي هو النشادر يعني مع حمض النيتريك. يبقى ببساطة شديدة جدا هتقول حمض النيتريك مع نشادر اللي هو NH3 زائد HNO3 هيديني نترات الأمونيوم اللي هي NH4NO3. هذا السماد بيتميز بأنه بيحتوي على نسبة عالية من النيتروجين بتصل لحوالي 35%. أيضا هذا السماد سريع الذوبان في الماء، ولكن الزيادة منه تسبب حموضة للتربة. يبقى زيادة حموضة التربة هنا برضو ده يعتبر يعني عيب من عيوب هذا السماد، لكن زي ما هنشوف مع الأسماد الأخرى اللي بيسبب حموضة إنه بنقدر إن احنا نضيف مادة قلوية مع السماد، وبالتالي بتعمل عملية معادلة لحموضة التربة، ما بترجع التربة ما بقاش نسبة الحموضة عندها أعلى. السماد الثاني اللي هو سماد سماد كبريتات الأمونيوم، شنطات الأمونيوم، سماد كبريتات الأمونيوم. هنا كبريتات الأمونيوم بيحضر بتفاعل الأمونيا اللي هو النشادر مع حمض الكبريتيك. يبقى نترات الأمونيوم بتحضر بتفاعل الأمونيا مع حمض النيتريك، كبريتات الأمونيوم بتفاعل أو بيحضر بتفاعل الأمونيا مع حمض الكبريتيك. هذا الحمض أيضا بيعمل أو هذا السماد أيضا بيعمل على زيادة حموضة التربة، عشان كده يجب معادلة التربة بإضافة الجير المطفأ. طبعا الجير المطفأ احنا اتكلمنا عليه وعرفناه، الجير المطفأ هو هيدروكسيد الكالسيوم اللي رمزه CaOH الكل 2. في الأسمدة بتسمى الأسمدة الفوسفاتية، هنا سماد الفوسفاتية دي بيبقى سماد فوسفات الأمونيوم. سماد فوسفات الأمونيوم أولا ده بيحضر بتفاعل الأمونيا مع حمض الأورثو فوسفوري، حمض الأورثو فوسفوري. هذا الحمض أو هذا السماد بيتميز بأنه سريع التأثير في التربة، وبيمدها بنوعين من العناصر الأساسية وهما النيتروجين والفوسفور. سماد آخر اسمه سماد اليوريا. سماد اليوريا يقال إن هذا السماد هو سماد مناسب جدا للمناطق الحارة. ليه هو مناسب للمناطق الحارة؟ أولا هذا السماد بيحتوي على نسبة عالية من النيتروجين بتوصل لحوالي 46%، دي نسبة أعلى من سماد نترات الأمونيوم. درجة الحرارة المرتفعة بتعمل على سرعة تفككه. يعني إذا تعرض درجة حرارة عالية فيبدأ يتفكك، ولما بيتفكك بيبدأ يدي أمونيا لو النشادر وغاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي هو يعتبر هنا بيمد التربة بغازين من الغازات الهامة لها اللي هو غاز الأمونيا النشادر وغاز ثاني أكسيد الكربون، وبيتفكك في درجات الحرارة المرتفعة، لذلك هو يعتبر من أنسب الأسمدة اللي يمكن استخدامها في المناطق الحارة. سماد المستقبل النيتروجيني أو بيسمى الأمونيا المسالة، هنا يقال أو يعتبر هذا السماد اللي هو سماد المستقبل النيتروجيني هو بيتميز عن الأسمدة الأخرى أولا بارتفاع نسبة النيتروجين فيه. يعني نسبة النيتروجين هنا فيه كام؟ 82%، وطبعا دي نسبة عالية جدا، وزي ما شفت حضراتكم كده تعتبر أعلى نسبة نيتروجين موجودة في الأسمدة
في مجموعة الأسمدة اللي بيكون الأمونيا مسؤول عن تكوينها. أيضا هذا السماد بيضاف للتربة على عمق حوالي 12 سنتي، وبالتالي يعني سهل استخدامه، ونسبة النيتروجين فيه عالية 82%، وبالتالي بيعتبر من الأسمدة المفيدة جدا للتربة، عشان كده هنا بيطلق عليه سماد المستقبل النيتروجيني. وبالتالي زي ما انت شايف كده حضرتك معايا ان غاز الامونيا غاز او مهم جدا وماده اوليه في صناعه الاسمده اللي بتغذي التربه. بحب انوه هنا لنقطه، ممكن نعمل عمليات ربط بقى ما بين، يعني ممكن يجي لك هنا الاسئله اللي هي بتحتاج الى تفكير وبتتطلب لحلها انك تكون فاهم، انه ممكن يجي يقول لك ازاي نقدر نحول النيتروجين مثلا الى فوسفات امونيا. مثلا يجي لك سؤال يقول لك ازاي تحول النيتروجين الى فوسفات امونيا. طيب هنا عشان احل هذا السؤال يا شباب احله ازاي؟ انا ببدا افكر من الاخر، انا محتاج ايه؟ انا محتاج فوسفات امونيوم. جميل، فوسفات امونيوم. طيب فوسفات امونيوم ازاي انا بقدر احضر فوسفات الامونيوم؟ طبعا زي ما عرفنا حاليا دلوقتي ان عشان تحضر فوسفات الامونيوم يبقى لازم هتفاعل الامونيا اللي هو النشادر مع حمض الاورثو فوسفوريك. طب عظيم جدا، حضرتك بادئ بايه؟ هو قال ان انا عايز احضر هذا السماد او هذا المركب من النيتروجين. تمام، يعني معنى ذلك اني محتاج احول النيتروجين اولا الى نشادر. تمام، وبعد كده اخد النشادر وافعله مع حمض الارث فوسفوريك فيكون فوسفات الامونيا. طيب كيف يمكن تحويل النيتروجين الى نشادر؟ طبعا هنا انا عارف التفاعل الاساسي ان ممكن اخد النيتروجين زائد الهيدروجين في وجود شراره كهربيه يعني درجه حراره 500 فيبدا يديني نشادر او يتحول الى غاز نشادر. ناخد غاز النشادر ونفعله مع حمض الارث فوسفوريك فيتكون فوسفات الامونيا، وبذلك ابقى اجبت على السؤال اللي هو بيقول لي ازاي تحول النيتروجين الى فوسفات امونيوم. ممكن ناس سؤال برضه ممكن يقول لي ازاي تحول النيتروجين الى نترات امونيوم، ازاي تحول النيتروجين الى كبريتات امونيوم، وكل هذه الاسئله بتعتمد على ان حضرتك تكون فاهم التفاعلات ومش معتمد على حفظ المعادلات فقط، ولكن فاهم التفاعلات، وبالتالي تقدر تحول من عنصر الى اخر او ماده الى اخرى كما يحلو لك. والى لقاء اخر ابنائي وبناتي الاعزاء، لكم مني كل التحيه ولمصر الحب كله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.